فيما يخص فيما يخصنا في هذا اللقاء. طيب، هو كيفية العمل، وأنتم تواجهون وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، وأنتم لستم بقانونيين، بل أنتم لجنة ولقد تكونت هكذا من طرف الوكلاء العقاريين وليس من طرف الدولة. هذا الملتقى تجمعنا اليوم لان باش نمشيو على واحد الكلمه نتوحدوا فيها جماعه، لان بغينا باش فين ما كنجلسوا في حمله تحسيسيه مع الوزاره وداك الشيء كيقول لك خصكم توحدوا، خصكم ديروا باش تخرجوا التقنين. ما يمكنناش نهضروا مع 70 جمعيه، خصكم تكونوا واحد الهيئه وطنيه اللي تخرجوا من هذه الجمعيات وتكونوا عندكم كلمه موحده باش الوزاره تواصل معكم، باش منين بغيو نتواصلوا مع واحد ستاد الناس بعد الناس من هاد الناس من الهيئات من كل جهه يمثلوا، كل واحد يمثل الجهه ديالو، ونوحدوا الكلمه ديالنا باش نخرجوا بهذا القانون لحيث الوجود. لان القانون ديال 45/03 كيحث على الوكيل العقاري باش يخدم مع الدوله في هذا الشيء ديال تبييض الاموال وفي هذا الشيء ديال العشوائيه وفهذا. حنا مع الدوله وديما مع الدوله، وحنا ما يمكنناش شي حاجه اللي غتضر بلادنا ما غنكونوش فيها وما نهضروش عليها. ولهذا توحدنا دابا كلمه ديال الوزاره اللي كانت القاوه عند الاخوان ديال الوزاره، جمعنا الجمعيات، جمعنا الوكلاء العقاريين من خيرة الناس باش نتوحدوا كلمه واحده ونخرجوا بواحد النتيجه وواحد التوصيه اللي نحطوها للوزيره ونحطوها للامانه العامه للحكومه، لان القانون ديالنا دابا حاليا راهو في الامانه العامه للحكومه باش يوصل الكلام ديالنا للبرلمان ويخرج للوجود، وتكون لنا واحد اللقاء مباشر مع السيده الوزيره مباشره. بغينا نشوفوها رساله ديال فاطمه الزهراء المنصوري، حنا قبل ما نديروا هذا اللقاء حطينا لها رساله وحطينا لها طلب باش نشوفوها من بعد هذا اللقاء، والحمد لله دابا هذا اللقاء داز بخير. غادي نشوفوا نعاود نحطوا لها هذه المراسلات ديالنا، هاد الوكلاء العقاريين باش يكون حتى هما في هذا الشيء ديال التامير. كاينه اراضي ديال التامير اللي كاين فيها ديور وبقاعي وداك الشيء، حنا نخدموهم، حنا اولى، لان حنا ناس اللي كنمثلوا الوكيل العقاري على الصعيد الوطني ومع الوزاره، احنا مع الوزاره ومع الحكومه. ولكن اي برنامج واي بروجي ديال العمران، الجهه مكناس يخدموا على الاراضي اللي عند العمران، الجهه مراكش يخدموا على الاراضي ديال العمران، حنا اولى. الجهه مراكش 12 جهه كيمثلوها الوكلاء العقاريين، يعني حنا كنتسناو من الوزيره تاخذ معنا واحد اللقاء جدي اللي غادي نكونوا فيه الكلمه ديالنا توصل، وعندنا شي حوايج اللي حنا اهم من ناس اخرين اللي هما متطفلين على هذه المهنه. حنا بغينا نحبسوا العشوائيه، لان ولا معنا الجزار، ولا معنا مول الدجاج، مول الكونسياج، العساس اللي عندنا في الفيلا، حنا ما مقنينش، حنا خصنا نخرجوا للتقنين، خص هذه المهنه فيها الحمد لله ولاو فيها نساء مناضلات، نساء كفء اللي كيعطوا الثقه للمستثمر باش يدخل البلاد، ورجال. دونك حنا اولى من اي واحد في هذا الشيء ديال العقار، خصنا القانون ديالنا يخرج للوجود. نظمنا هذا اللقاء اليوم، الهدف منه هو جمع الشمل ديال الوكلاء العقاريين على الصعيد الوطني من طنجة حتى الكويرة، والهدف من هذا اللقاء هذا كذلك على أننا نتكلموا على القانون منظم للمهنة اللي هو مازال منزل في الرفوف ديال الأمانة العامة للحكومة من 2014، وحنا مازال كنعانيو بعدم نزول هذا القانون هذا. هذا الشيء علاش الوكلاء العراقيين ارتأوا انهم يلتقوا في هذا اللقاء هذا ويجتمعوا ويكملوا ويكونوا على كلمه واحده باش يرفعوا واحد الملتمس للسيده الوزيره باش يعجلوا لنا بالنزول ديال القانون. ثم كان من خلال هذا اللقاء هذا هو تكريم بعض الوكلاء العراقيين منهم اللي توفوا، بحال السي مصطفى بن حمود رحمه الله، كانت واحد التفاته من الوكلاء العراقيين كذلك باش يتفقوا حولهم. ثم كذلك كان تكريم بعض الوكلاء العراقيين اللي قيدوا من ديال الوكلاء الناس الكبارين اللي عطاوا كثير في المهنه، عطاو الكثير في النوعيه، يعني حاولنا نحسهم بان احنا معاهم، احنا موجودين معاهم بهذيك الالتفاته. وان شاء الله غادي تكون قاعده وطنيه يكون هذا اللقاء دائما كيتكرر على راس كل سنه حتى ينزل هذا القانون، لانه تاخير هذا القانون كيخلينا كنعانيو واحد الشيء الكثير والكثير، لانه ضغط عليها المهنه، ضغط عليها العشوائيه. وكذلك كنبغيو نذكروا كذلك بالخطاب الملكي اللي نص الى امر الحكومه على انها تقنن جميع المهن الى اخر سنه 2023 الا المهنه ديال الوكيل العقاري اللي بقات واقفه الى حد الان. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انهم يسمعوا النداء ديالنا من خلال هذا اللقاء هذا، يحاولوا ما امكن ينزلوا القانون باش تنظم المهنه ديالنا ونكونوا في احسن الظروف.
صراحة فكرنا في نجمعوا هاد الإخوان نظرا للخلافات اللي كانت كتوقع بيناتهم، وفكرنا على أننا نجمعوا هاد الإخوان كاملين من أجل أولا التصالح، أولا التصالح ما بين جميع رؤساء الجمعيات على الصعيد الوطني. وبطبيعة الحال كانت بعض الخلافات حاولنا نتجاوزوها إن شاء الله بينا، لأن الهدف ديالنا هو أن يكون عندنا مخاطب واحد، هذا هو الهدف. وباش يكون مخاطب واحد خاص يكون تآلف، خاص يكون توافق، خاص يكون احترام متبادل ما بين جميع الإخوان. والحمد لله دابا غادي نديروا واحد ميثاق شرف يمضيوا عليه كاع رؤساء الجمعيات باش يكون امام مكتب السيده الوزيره اللي طالبونا به، وان شاء الله غادي نوضحوا لهم بان احنا ما كاينش خلاف بيناتنا، متفاهمين على كلمه واحده وهي تقنين المهنه اولا، وثانيا يعني احترام تطبيق قانون 43.05. اليوم كانت فرصه كبيره للتواصل ديال هذه الجمعيات فيما بينها، تمت المذاكره والتواصل الجري والمباشر ما بين هاته الجمعيات، واللي خلصت الى شيئين اساسيين كمتطلبات ديال هذا القطاع. الاولى هو اخراج القانون المنظم لهذا القطاع، وثانيا واحد الهيئه وطنيه على شاكله الهيئات الوطنيه المنظمه للقطاعات الحره الاخرى. فالغرفه التجاره والصناعه والخدمات ستكون الى جانب المهنيين الوكلاء والوسطاء العقاريين بجهه طنجه تطوان الحسيمه للقيام بمدارسه هذا المشروع ديال القانون اللي هو موجود، وغنترفعوا جميعا باش اننا نوضعوا مره اخرى هذا القانون في قبه البرلمان باش يولي يتناقش ويخرج في الاوقات المرجوه، ثم كذلك ان الغرفه تعرض جميع خدماتها لهؤلاء المهنيين. وان شاء الله سنباشر مع الاخوان رؤساء الجمعيات هذا البرنامج في الاسابيع القليله المقبله، وشكرا. والتسبيت العلم.